مساء الخير. كيكة جوز الهند، المقادير والوصفة راح أنزلها لكم آخر شيء. خلونا نشوف الطريقة. أول خطوة، نخفق صفار البيض مع بشر الليمون وعصير الليمون ونص كوب سكر وملعقة صغيرة فانيلا. أول شيء عندنا صفار البيض، وعندي فانيلا، وعندي بشر الليمون، وعندنا عصير الليمون. نخفقها سوا. نضيف السكر نضيف السكر الحين نضيف الزبادي. نضيف الزيت. الحين نخفق بياض البيض مع نص كوب سكر. الحين نحط الطحين ونشع على دفعات وما نكثر خفق. الحين نحط الطحين. الحين نضيف ملعقة كبيرة باكنج باودر. الحين نضيف. الحين ناخذ من بياض البيض ونضيفه على الخليط ونحرك لين نخلص بياض البيض كامل. الخليط كذا معنا جاهز. الحين عندي قالب هنا بحط ورق زبدة، نصب الخليط وندخله الفرن على درجة 180 من تحت من ربع ساعة إلى 20 دقيقة، بعدين نشغل عليه من فوق. الحين بس نطلع الهواء بعود أسنان. بعدين عندي جوز هند نرش على الوجه وندخله الفرن.